أي بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. أني أشكر الطاقم هذا تاع المدرسة، أني كان داير لهم الجو تاع القراية. أيوة، بالنسبة للتلميذة مختاري، فاني الحمد لله راهي يعني وصلت للرغبة تاعها، والحمد لله يا رب. طيب، وأنا الحمد فرحانين لله. بها، والحمد لله يا رب. فرحة العائلة. كيفاش فوت الايام قبل تظهر المريض؟ لا الحمد لله، كان المستوى تاعها يعني مطمئن، صافي مريحين من جهتها. ما كناش كنت معناها كنت تاكل لا وتقرا النتيجة. كنا نقارو النتيجة ملاحة، ما كناش متقلقين ولا حية، ولا نقارو النتيجة ملاحة. حتى هي كانت يعني مريحة فاني، الحمد لله يا رب. ما يجو عندي يا صاحبي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنام وأفضل من وطأت قدماه الثرى، سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أشكر الله عز وجل على هذا التوفيق والنجاح، حقا لا أحصي له ثناء ولا شكرا، كما أثنى على نفسه عز وجل في كتابه الكريم. الحمد والشكر له عز وجل على هذا النجاح الباهر. أشكر الطاقم الإداري لمؤسسة أحمد مدغري على رأسها السيد المدير رابح قراص، كافة الطاقم الإداري عليكم والأساتذة، السلام. الشكر التام لأساتذتي، لهم كافة الفضل، يعني فضل كبير جدا في نجاحي، جميع الأساتذة، كل من علمني حرفا. الشكر لوالدي الكريمين، قدما لي الدعم النفسي، الدعم المادي، معدل 1875، 1875 معدل تاع البكالوريا. إن شاء الله أشكر ثاني نوجه تحية لعمي، عمي ميسو مختاري، نوجه له تحية، كان هنا يخدم في الإذاعة، نوجه له تحية، كان لي سند في هذه المؤسسة. نوجه تحية لزملائي وزميلاتي، نتمنى إن شاء الله مزيد من النجاح في الشغل تاعهم في الجامعة، إن شاء الله مزيد من التوفيق زملائي. هذه أختي، أختي إن شاء الله ثاني مزيد من التوفيق والنجاح، إن شاء الله تحقق أحسن مما حققت أنايا. وهذه تلميذ سوماني حبيب، شعبة سيونتيفيك، معدل 14 31. أيوة إن شاء الله بندير مدرسة عليا إيكول سوبيريور إلى طارت إن شاء الله، وراني فرحان بزاف، ولي شرف كبير بنشكر عائلتي وقاع الطاقم اللي وقفوا معايا تاع مدرسة شهيد بوضياف، ونشكرهم قاع. ثاني عائلتي وقفوا معايا وعطوني الطاقة المعنوية ومادية، واللي بفضلهم ديت هذا المعدل، وشكرا ليهم قاع. طازج، حلة جديدة وذوق أروع. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.